لا ده كولر ده بطل، ده بس عمل، بس في ممكن ناس تانية عمل حاجات كتيره جدا، لانه الشغلانه انت عايز تشتغل في الاداره، في الاداره هو يقول لك انك ترتب الجزء الفني بشكل كبير جدا في وقت انت مضغوط، ميدو مسك وجي بعد 3 ايام مسك فرقه وهيلعب بيها وعايز يطلع بيها من تحت. انا كنت بلعب هو نفس اللي حصل مع كولر مع النادي الاهلي، انه عايز فريق بطولات، خده من حطام بيرتب كل الاجزاء دي ما بين لعيبه جايه وما بين لعيبه رايحه وما بين لعيبه اعارات، كل الحاجات دي وكل حاجه بيقولها للعيبه على طول في الكلام. فانا ما بشوف، لا هو ما بيهربش، بالعكس ده بيواجه كل حاجه بصراحه، بيقولها بصراحه، ممكن يكون قال تصريح قاسي شويه لكن على اللعيب انه ما تهربش منه، لانه اللعيب هو في النهايه انه هو اللي هيخسر، هو لازم يبقى كويس طول الوقت. بس ممكن حتى بصدر اساله يعني، ممكن كابتن ضياء اتكلم في حته ان هو استلم فرقه حالها صعب، وممكن حد تاني يقول لك طب ما الفرقه اللي حالها الصعب دي مع وجود وقت دايما بتبقى ادفانتج للمدرب، ان هو اي حاجه يعملها كويسه هتنسب ليه او هتضاف ليه. انت كراجل بتنتقد كولر، لان انا مع كابتن ضياء ان كولر عمل حاجات كتيره جدا كويسه جداً. اول حاجه في ان هو صبر بشكل كبير جدا على صفقاته. عمل حاجه لسه يا كابتن هو عمل حاجه عمل حقيقي للمدير الفني، خد كاس السوبر، فرقه الاهلي اتطورت يا كابتن، ده موسيماني واخد 2 افريقيا وصل النهائي، كانت الجمهور قال لك لسه ما قعدش موسيماني، قعد سنتين ونص على فكره، موسيماني ما مشيش كوره. لا المقياس سنتين ونص، المقياس الحقيقي للمدير الفني اخر الموسم، هل حاسبه خد دوري ابطال افريقيا، خد دوري، ما هو في 6 شهور على فكره موسيماني ما مشيش كوره، موسيماني ماشي عشان ابتدى يعمل وخد سنتين وشويه. انا عايز اقول يا كابتن، انا ما بنتقد اي حد، بتكلم في نقطه مهمه جدا، دايما انا بمقتنع ان المدير الفني بيبان وقت الخسائر، مفيش مدير فني بيبان وقت المكسب، مفيش حتى اللعيب ردت فعل اللعيب عمرها ما هيبان وقت المكسب. بحس ان هو لما في التعامل مع الخسائر، في التعامل مع الخسائر، برافو عليك يا كابتن، انا قصدي كده التعامل مع الخسائر او التعادل في النادي الاهلي. طب افرض ما بيخسر، ما هو التعادل في ما هو ما هو الصراحات دي بدات امتى؟ لما خسر ماتشين ثلاثة ورا بعض، فبيبان بقى هنا المدير الفني. انت رايك ان هو المفروض ان هو يطور نفسه في الحته دي؟ إيه ما يتكلمش، انا شايف كده من وجهه نظري، معاه تيم لحد اخر الموسم ما يتكلمش في الناحيه الهجوميه، بل بالعكس يدافع عن لعيبته باقصى حاجه، لانه مدير القوه الضربه بتاعته.